واي وراني بغيت نتزوج وخفت نسبح شاد انه بعد مولات المسمن. واي دروك الى حيدنا منك 45 كيلو شحال غيبقى فيك؟ انا بعدا غيبقى فيا الحال. واي وبالصدفة كنت طالع للسطح وكاتبه لي جارتي شراكتك مي. هاي وانا نمشي ندق على راجل هو يخرج عندي قلت لي راه عندكم واحد الروبيني راه كيهبط ما من السطح وحد شويه وانا نسمع الخوت وسدا ما عطاش واقع. هاي وسمعت خويا الصغير سير كيسفر في البيت مشيت عندو قلت لي حبس السفار راه كيجيب الشياطين هو يقول لي حولك جيتي انت. اي انت بنادم كيكون زيرو درهم عاك تجبد ليه كونطرا لبرا كيحط لك 8 مليون فوق الطبله يلا هو حلل وناقش. دخلت عليك بالله هذيك اللي كتنعس بالماكياج في الليل انت عندك موعد مع حمار ليلو. هاي جدي قال لي يا وليدي خود الطويله الا وقفت تبان ولا جلست زيان وجداتي قالت لي يا وليدي خود القصيره وضمها والطويله ردها لامها. دخلت عليكم بالله واش انا غنتبع جده ولا غنتبع جدي؟ هاي هذا واحد الراجل قال لمرتو قال ليها جارنا اللي حدانا خان مرتو مع كاع العيالات ديال العماره الا وحده هي تقول لهم تكون عا فاطمه ديك المعقده اللي في السانكيام. اي هادي واحد المراه سميتها قنبوله مشات للمحكمه باش تبدل سميتها هذاك البوليسي اللي مكلفين وتما مدت لي الدوسي هو يقول لها سيري لا لا لهنا ملي توصل النوبه ديالتك غنعيط لك وجيك هي هذيك وصلت النوبه ديالتها بدا يعيط لها قال لها قنبوله وقنبوله قنبوله سمعوا القاضي هو يعلق الناس اللي في القاعه علقوا كل شيء علق والمشكل ماشي هنا حتى هذيك اللي سميتها قنبوله علقت. اي هذا واحد الدري صغير سول امه قال ليها ماما بغيت نسولك قالت لي سول قال ليها درك اخويا الصغير علاش كتعيطي ليه مالك قالت ليها وليدي راه حنت الدراري الصغار باقين صغار وكلهم ملائكه داكشي علاش انا كنعيط ليه مالك قال قالت لي علاش يا وليدي قال لي راه حنت تحتو من السطح وكاع مطار. هاي الراجل ما يجي لا بالخاطر لا بالمجامر الراجل في ما يبان ليه شي طرف عامر كيغامر. هاي هذا واحد الراجل قال مرتو قال لها عندك ملي نموت تزوجي عليا قالت لي يهديك الله يا هذا الراجل يهديك الله انت تزوج عليا ثلاثه وانا حيه وحاسدني على واحد وانت ميت. هاي هذاك اللي كتقول لي صاحبتو رانا مريضه كيقول ليها غادي نجي نبوسك وتصحي واخا على طاسيلتك واخا احنا نسدو هاد السبيطارات وندوو عبقنا لفك حتى يشلاق من العوده. هاي الزوفري كيقول مع راسو درك وكنت مزوجك وراه مرتي شايره كطيب ليا في العشاق والبايره كتقول مع راسها وكنت مزوجك وراه خارجه انا وحبيبي معشيين على برا والمزوجين مخاصمين وبيتين بالعشاء. هاي الزوجة بكلمة زوينة من راجلها كتنسى انها كانت مقلقة والزوج بكلمة زوينة من اي وحدة بربتها كينسى انه مزوج. هاي هذا واحد مول الحانوت حصلوه الناس كيعذب في واحد الفار هما يدوروا فيه قالوا لي حرام عليك هذا الراجل حشوم عليك سير كتعذب في هذا الفار قال لهم راه حرام عليه هو اللي خلاك كاوكا واللوز ومشكل ليا الكارني ديال الكريدي. واي تعالوا تعالوا نعاود لكم واحد السر بيني وبينكم ما سمعنا حد ما شافنا حد واحد خيتي كنت انا وياها كانت تبغيني
قلت انا كنت نبغيها، هاوك كانت كتقول لي حتى هو السبع ديالي، وانا كنت كنقول لها حتى هي الغزاله ديالي باش تعرف هو كان بوا. فين عمركم شفتوا السبع كيتفاهم مع الغزاله؟ اي هذا واحد خايني 10 سنين هو في طاليان، من اللي بغى يرجع رجع دمو طويل ما عدو حتى حاجه. وهي تقول لي امو، قالت لي يا وليدي انت شفت اولاد عمك مشاو عام مؤخرا لطاليان، كاين اللي دار كاميوات، كاين اللي بنى الفيلا، كاين اللي تزوج، كاين اللي دار الفلوس الطوموبيلات، وانت وليدي شتك جيتيني طويل. قال لي هالوالدي الله يهديك هذوك راه خدامين في الغابره. قلت له مال وليدي اش فيها، تتخدم في الغابره وملي سالي سوس حوايجك. اي هذا واحد الراجل غمز مرته وقال لها نعس الدراري، غوتات عليهم وهي فرحانه، قالت لهم اللي نعس غياخد 100 درهم هو ينعس راجلها. اي اي لا حسيتو بشي هزه ارضيه ما تخافوا ما تدهشوا، هذاك غير انا اضربت الدنيا بركله. اي انا غادي نمشي للبنكه وغادي نشد كريدي، وهذوك الفلوس ديال الكريدي غادي ندير بهم بنكه، وغنولي انا هو المدير ديال البنكه، وغنحيد الراس الكريدي، وغتولي عندي بنكه وغنولي لاباس عليا. واحد خينا قال لمرتو، قال لها درك باك تزوج ثلاثه ياك؟ قالت لي اييه. وقال لي اخوك الكبير تا هو مزوج جوج؟ قالت لي اييه. وقال لي اخوك الاخر صغير تا هو يعاود يتزوج بالثانيه؟ وقالت حط يد على واحد القرعه ديال الرجاج. قالت لي اييه زيد كمل. قال لها وانت علاش ما تزوجتيش؟ شفت حنا الرجال راه بحال الدراري الصغار، راه اي مرة تقدر تجي عندنا وتضحك علينا وتشد لينا من يدينا ودينا. اي بزاف ديال الناس كيسولوني شنو هو المفهوم ديال الحب. انا الاخوان بالنسبه لي المفهوم ديال الحب هو الناس سهرانه كتفكر في الناس اللي راقده. شوفوا دركا على الصين، سكانهم وصلوا المليار و700 مليون، بالنسبة ليهم حنا عقروب في الفيسبوك. اي هذا واحد الراجل تزوج بواحد المرأة شارفة عندها الفلوس، علقها بالجهد باش تموت، ضحكت وقالت لي رجعتي فيا الروح حبي. اي الله يرحم لكم الوالدين الاخوان، بلا ما تبقاو تقولوا ديك الجمله ديال راه بنات الناس ما بقاوش. بنات الناس الحمد لله كاينين، غير هما ما عندهمش الفورمه ديال بنات حرام. اي هذه واحد المراه هي وراجلها عندهم وليدات وساكنين في بيت، اتفقت هي وراجلها قالت لي شوف ملي غينعسو الدراري غادي ندير لك الاشاره بالبريكه شي حدايا ونعس. هي هذيك نعسو الدراري دارت لي الاشاره بالبريكه، السيد غيب. عاود تاني دارت له الاشاره بالبريكه والو، السيد الشابع رقاد. الدري هو يفيق ابوه قال يا الوالد نوت سير حداها ونعس دابا تستقحار، قال لنا البيت.